السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وفي صحه جيده نتوما ووليداتكم ووالديكم يا ربي. البنات اليوم مجموعين عند اختي نوره في عجمان، انا في الشرق اوية في عجمان، غادي نمشيو عندها ان شاء الله. احنا البنات دايرين دارت، كل مره كنجمعوا عند وحده، كل مرة كنجمعوا في دار عند وحدة، وكل وحدة كتجيب طبق ديالها، كنهرسوا بها الروتين، كنبدلوا بها الجو، كنحيدوا بها الروتين ديال الغربة. عرفتي الغربة كتبغي تعيشي داك الأجواء ديال مع المغربيات هكا، الجماعة، العائلة، كتحسي راه مازال انت راه واخا ماشي بعيدة على مثلا عائلتك، راه كتلقاي واحد الجو اخر في الغربة، كتحاولي تخلقي هكا السعاده بيناتكم وصافي كنغيروا فيها الجو. والحاجه الثانيه البنات اللي خلاتني نفرح كثار هو الخبر ديال اختي ولدات اللي في المغرب، اختي مونيا. الحمد لله تفكات على خير، ولدات وليد، تزاد عندنا في العائله واحد اخر، الله يكبر في طاعه الله والله يصلحه، الله يخلي لكم حتى نتوما وليداتكم ويكبرهم في طاعه الله، الله يعطيكم الذريه الصالحه والله يجعلوا من المتقين يا ربي من العابدين، الله يصلحوا الله يكبروا في رضات الوالدين، الله يصلحوا ليها ويصلح لها وليداتها، والله يخلي لكم حتى نتوما وليداتكم وتفرحوا بهم ان شاء الله وتشوفوهم في اعلى المناصب. وكل واحد كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه والله يرزقه يا ربي من واسع ابوابه يا ربي، الله يعطي كل واحد اللي كيتمنى الدريه، اللي كيتمنى الخدمه، اللي كيتمنى الزواج، اللي عنده شي حاجه هم كرب الله يفرج عليه يا ربي. اليوم فرحانين بزاف بزاف البنات، وجاتنا مع النهار اللي غادي نتجمعوا فيه مع البنات، وعندنا نهار نواره نواره نواره، دابا دايرين الدوره، حنا كل مره عند وحده، وان شاء الله نشارك معكم النهار كامل، وغادي نشارك معكم شنو غادي نلبس اليوم، وغادي نشارك معكم شنو غادي نطيب انا، حيت غندي الطبق ديالي معايا من الدار، والبنات الاخرين كل وحده غادي تجيب الطبق ديالها من معاها من الدار، ونوره كذلك غطيب في دارها، وغادي نتجمعوا غادي نبدلوا شويه الجو. كيف قلت لكم ديما كنديروا حنايا هاد الدارات كنغيروا فيها شويه الجو. وغادي نشارك معكم كذلك البنات كيفاش كندير الصباغه، انا تقريبا كندير الصباغه 7 مرات في النهار، عندي واحد الطريقه سهله البنات كيقولوا لي كيفاش كتحيديها باش كتوضي للصلاه، انا غنوريكم البنات. ها انتم البنات شوفوا الصباغه هي هذه، انا راه كندير بزاف الالوان، تقدري هكا تكوني حتى في خارجه مثلا شي عرس ولا شي سبوع ولا شي حاجه، وكنتي دايره الصباغه جالسه هكا مع العيالات ودايره الصباغه، بغيتي تنوضي تصلي وما مضياش البنات دغيا كتحيديها وكتنوضي توضاي، ولا بغيتي تعاودي ترجعي ديريها كديريها، ما بغيتيش ما ديريهاش. شوف البنات هذا داك اللي كنحيدو به الماء ديال الصباغه، اللي كنحيدو به الصباغه هذه البنات، واحد القريعه كتباع هكا جاهزه، هذه قريعه كتباع جاهزه. اشنو فيها لداخل؟ فيها لداخل الماء ديال الصباغه وواحد البونجه، الماء ديال الصباغه وبونجه البنات، اش راه كتبان لكم؟ هذه البنات كتباع عندنا هنايا هكا جاهزه، رخيصه ماشي غاليه البنات، رخيصه وكتباع هكا، وحتى لما ما كانش عندكم وما متوفراش عندكم البنات، كتاخذوا واحد القريعه خاويه وكديري فيها الماء ديال الصباغه وكديري فيها واحد البونجة. هذيك البونجة شنو الخدمة ديالها؟ الخدمة ديالها انك كتمسحي بها الضفر، يعني كتمسحي هكا بها الضفر. شوفوا البنات انا غنخشي غير صبعي، شوفوا البنات غنخشي غير صبعي في ديك البونجة، ها هو خرج ما فيهش الصباغة، راه ساهل عشان البنات اسهل ما كاين. شوفوا البنات انا نحط غير صبعي لداخل في البونجة، ها شفتوا البنات، يعني تقدري في البلاصة تحيديها وتمشي تنوضي توضاي وتصلي وتعاودي ترجعيها. عرفتي انا البنات كنصبغ شي 7 مرات في النهار كنبقى نبدل الالوان، راه ساهله البنات. الا ما توفرتش لك هذه خدي غير قرعه كما كانت، ديري فيها الماء ديال الصباغه وديري فيها البونجه، البونجه تكون رطبه ما تكونش البنات حرشه، هذيك البونجه كتشرب ديك داك الماء وكتهكا كتمسيها غير بضفرك، كتخلي كطير لك الصباغه ساهله البنات. حطيها في الصاك ديالك قريعه صغيره، خليها في الصاك ديالك، هزيها معاك فيما مشيتي،
هذا هو البنات السر ديالي هو هذا، عرفتي راه هناتني. انا راه كنت كنلقى مشكله في الصباغه، وخصوصا الا كنت دايره الحنه بحال هكا كتبقى معدبان. المهم البنات هذا فلور مار سولوني عليها البنات، نعاود نقول لكم الا بشرتها بيضة تاخذ 100، واللي بشرتها سمراء تاخذ 102. الفلور مار 101 بعدو منها البنات، وهذا لوريال البودر راه كيبقى ثابت مع الكريم. ايوا البنات شوفوا الكشخه اللي غادي نلبس اليوم، ما عرفتش واش غادي نلبس هذه ولا غنلبس الجلابه. فانا راه حيره ما بين الجلابه البلديه وما بين هاد القفيطين. هاد القفيطين قلت ندير معاه هاد الحزام. هاد الحزام غادي يزيدوا جماليه. وهادو البنات الشمار ديال الكمام كيجيو هكا زوينين هماويين. وانا ما كنبغيش الكم طويل، ما كنبغيش الكم يبقى طويل ليا على ايدي، ضروري كندير دوك الشمار. وهذا البنات هو القفيطين في الكحل والذهبي. انا عزيز عليا الكحل والذهبي، شي حاجه الابيض والذهبي والكحل والذهبي كيحمقني. واختاريت مع هاد الصنداله حيت القفطان طويل، فهذه هي الوحيده اللي عاليه عندي بزاف اللي تقدر ما تخليش ليا القفطان هكا يتجرجر في الارض. ومريحه البنات في اللبس حيت الطالون ديالها عريض، مريحه كتجي في اللبس، يعني ما كتحسيش بها، ما كتضركش في رجليك. صافي البنات هذه هي اللبسه ديالي ان شاء الله. هادو كيبقاو محطوطين غير في الماريو، يعني العراسات هنا قلال. اللهم الواحد يلبس ويشبع لبس، الحوايج غيقدامو غيقدامو، اللهم يلبس فيهم شويه. البنات انايا غادي نطيب لهم طبق ديال الدجاج محمر، راه درت الدجاج ديالي يطيب ان شاء الله، غير يطيب غادي نحمرو، غادي ندهنو بسمن وغادي نديرو في الفران يتحمر، وغادي ندير عليه الليمون والهريسه وداكشي، المهم داك الزواق هو الاخر. وغادي نخلي الدغميره حتى تنشف على خاطرها، وغادي نديها معايا حتى هي. المهم غادي نشارك معكم الطبق كيفاش غادي يجي في الاخر. درت فيها البنات الزعفران الحامض مصير، المهم داك المقادير ديال الدجاج محمر. ايوا ها انتما البنات احنا وصلنا. المهم البنات هذا التيرموس ديال الماكله كيخلي الماكله سخونه، بحال داك التيرموس ديال القهوه، هذا التيرموس ديال الماكله كيخلي الماكله سخونه. البنات حمرت الدجاج ودرتو فيها، والدغميره درتها في التيرموس الصغير. شوفوا الدغميره البنات راه جايباها من الشارقه، شوف شحال باقا سخونه الدغميره بنينه البنات. ايوا البنات هاد اللحم مبخر ديال الطبق ديال حسنه، هذا الطبق ديال حسنه مبخر. ونورة دارت الصفه، ها انتما البنات هذا الطبق ديال نورة باقا ما دارتش عليه اللوز، باقا خاص مشات تطحن اللوز باش ديرو من الفوق. الصفه جات غزاله، اللحم جا غزال، هذا اللحم بالبرقوق حتى هي دارته الصديقه ديالنا، عرفتي داكشي بنين البنات، كلشي بنين بنين البنه. المهم كنتفكروا الاطباق المغربيه فيها الجماعه بحال هكا. ايوا هذا الدجاج البنات ديالي نسيت ما جبتش معايا هذاك الطبسيل المدور، ونوارة عندها غير هاد الطبسيل الطويل، قلت ماشي مشكل نقضيو بالطبسيل الطويل حتى هو جا في الحطه زوين. ودرت هكا زينته غير بداك الحامض والهريسه والدغميره ديالو والزيتون. باقي شنو باقي؟ باقي السطل البحري. باقي واللحم بخر هو كلكم كلكم كيف هادشي كله كيبان. وهذا البنات فيه الحوت القمرون وداك السلطعون، المهم كل واحد خيرو في دارو، كنشاركو معكم غير اللمه وكنبغيو نغيروا الجو صافي، نوريكم جماعتنا مادام حنا كنشاركوا معكم كلشي، نتوما عائلتنا الثانيه كنشاركوا معكم يومياتنا كامله. والبنات باش تحلى الجلسه اخر حاجه درنا الريب، وداك ريبي جميله جالينا من المغرب وهاواي،
باش يلا تكمل اللمه المغربيه. السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ عفتو رجعنا للدار مدقدقين، يلا رجعنا مع عند اختي نوارة. المهم داز النهار زوين، ضحكنا نشطنا، عرفتي بحال كنا في شي عرس مع الدار عامره والماكله والهضره والدراري الصغار، بحال كنتي في شي عرس. ايوا البنات نخليكم اليوم، صافي هذا هو الفيديو حدو، غادي نمشي نعس ان شاء الله. الفيديو قادم باذن الله. كنشكركم بزاف بزاف على تعليقكم الزوينه، شكرا لكم كاملين بدون استثناء، ونخليكم دابا تصبحوا على خير. فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.